عدد كبير ديال الناس الخاضعين نظام المساهمة المهنية الموحدة صراحة السنة الماضية برسم قانون المالية أو القانون المدونة العامة للضرائب لسنة 2021 يعني الساءوا من الجدولة ديال القاسم ديال الضريبة أو المعامل ديال الرسم الضريبي فنظام المساهمة المهنية الموحدة جاء ليحل يعني محل نظام الربح الجزافي يعني نحاول ما امكن اننا نعطيه فقط واحد تقديم موجز ان الضريبه ديال لا سي بي بخصوص المستجدات اللي جات بها وشنو هو يعني النقط الايجابيه ديالها وكذلك النقط السلبيه فنظام المساهمه المهنيه الموحده او لا سي بي يعني هي واحد النظام ضريبي جديد جا ليحل محل نظام ضريبة الربح الجزافي اللي جمعت يعني ضريبة ديال الرسم المهني لاباطونت و لا وكذلك ضريبة رسم الخدمات الجماعية وكذلك ضريبة الدخل الضريبة ديال لي اغ هاد ضريبة هاد النظام لا سي بي او يعني جمع هذه الضرائب ثلاثة وزاد عليهم واحد الخدمة أو واحد الواجب تكميلي خاص بنظام التغطية الصحية الإجبارية اللامو المدونة العامة للضرائب لسنة 2021 كان فيها المعامل ديال الضريبة يعني جد مرتفع بالمقارنة مع يعني نوع النشاطات المحددة ديال المهن ف الاساس ديال فرض الضريبه نحاولوا ما امكن نعطيه واحد التعريف موجز النظام ديال أساس فرض الضريبه يخضع الاشخاص الذاتيون المحدده دخولهم المهنيه وفق نظام المساهمه المهنيه الموحده للضريبه على الدخل بالسعر المشار اليه في الماده 73 اثنين باء استأدنى على أساس رقم الأعمال المحقق والمضروب في معامل محدد لكل صنف من أصناف المهن طبقا للجدول بعده يعني كاين شي عبارات هنا عبارات يعني شوية قاصحين صراحة ولكن راه الأمور يعني تبعنا بشوية غادي نشوفوا أن أن الأمور يعني ما كتطلبش يعني هاد الصعوبة كما كيبان من النظره الاولى او السياحه الاولى ديال العبارات فكما كنشوفو هنايا اساس فرض الضريبه هو هذا المعامل اللي كنشوفو هنايا هذا هو اساس فرض الضريبه فكما كتشوفو بالنسبه للمهن المصنفه في القطاع التجاري راه مثلا اذا تحدثنا على التغذيه العامه او بيع المواد الغذائيه السنه الماضيه في كانت في المدونه العامه للضرائب لسنه 2021 كانت 12 في المئه حاليا كنشوفوا المعامل نزل ل 6 في المئه وهذا امر يعني كيخدم المصلحه ديال الاشخاص الخاضعين لنظام ضريبه المساهمه المهنيه الموحده يعني الدوله رعات ان الناس ما عندهمش شي, شي دخول مهنيه كبيره وبالتالي يعني نقصت لهم ثمن داك المعامل ديال اساس فرض الضريبه كما كتشوفوا هنايا ايضا كاين منتجات غذائيه اخرى 8% المواد الاوليه او مواد البناء 8% منتجات كيميائيه واسمده 10% منتجات غير غذائيه اخرى 12% تقديم وجبات خفيفة، وهذه كتدخل في قطاع صنف يعني الخدمات كما كتشوفوا تقديم وجبات خفيفه او سريعه 10% مستغل مطعم وبائع المشروبات 20% نقل الاشخاص والبضائع عشرة في المئة أنشطة الصيانة خمستاش في المئة كراء الممتلكات المنقولة عشرين في المئة إلى غير ذلك من المهن ولكن حنا غادي نركزو فقط على واحد المهن كاينة مين ديال المهن ديال مثلا كراء الممتلكات المنقولة السنة الماضية كانت ستين في المئة حاليا عشرين في المئة وكذلك الوسطاء اللي كنقولوا مثلا الوسطاء يعني وكيل عقاري او شيء من هذا القبيل السنه الماضيه كانت 60 حاليا 45% يعني اعلى اساس او اعلى معامل او اساس فرض الضريبه حاليا في هذه المدونه العامه للضرائب هو 45% عكس السنه الماضيه كانت وصلت من في 60% كاين ايضا تصنيف اخر اللي هو تصنيع منتجات غذائيه يعني تصنيع منتجات غذائيه 10% نفس الشيء منتجات غير غذائيه 10% تاجر اللحوم بالمجازر 4% هذه آه مصنفة مع تجارة وأنشطة خاصة بائع التبغ 3% بائع الغاز المضغوط والمسال والمحلول 4.5% بائع الدقيق والنشا والسميد أو النخالة مجهز السفن او الراسي عليه في 7% خباز 8% كما كنشوفوا هنايا يعني هذه المساله ديال اساس فرض الضريبه حاليا في هذه المدونه العامه ديال سنه 2022 يعني صراحه كاين واحد التخفيض ديال هذا الاساس ديال فرض الضريبه او هذا المعامل وهي كما قلنا اخواني الكرام اخواتي الكلمات ان شاء الله غادي تخدم الصالح ديال الشخص الخاضع لنظام المساهمة المهنية الموحدة النقطة اللي ان شاء الله غادي نتحدث فيها في هذا الفيديو قبل ما نختم بالنسبة للناس اللي خاضعين لنظام المساهمة المهنية فراه مازال كاين نفس الطريقة ديال التصريح كما كنا قلنا شفنا كندخلو في الفيديو يعني سابق لي تحدث في فيديو سابق تيلي سيرفيس حيت كاين بعض التعاليق وبعض الاخوان كيراسلوني في الانستغرام وفي الخاص كيتحدثوا كيسولوا بهذا السؤال يعني غادي نجاوب هنا راه مازال نفس الطريقه اسباس بروفيسيونيل وكنمشيو نسامبل سي بي او غير حاليا اللي ان شاء الله غادي ناكد على واحد المساله انه ملي كندخلو باش بالكونط ديالنا باللوجين وبلو مودو باس على اساس اننا نعملو التصريح ديالنا فراه ما كيعطيناش كي شي تصريح لان الاداره العامه للضرائب كتعطي واحد الرساله انه يعني الشخص الخاضع للضريبه راه كيخصو يتوجه لاقرب وكاله يعني ديال الاديريكسيون ديال 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 الضريبه باش تما يمكن له يعمل التصريح يعني حاليا البوابه يعني ما كتمكنكش انك تدخل وتعمل التصريحات ديالك وتودع التصريحات كما كان في السنه الماضيه وحنا ان شاء الله غادي يكون شي مستجد او شيء من هذا القبيل غادي نذكره لكم اخواني الكرام اخواتي الكريمات بكل التفاصيل فكنتمنى انكم تدعمونا في القناه باللايكات ديالكم وبالتعاليق وبالبارطاج ديال الفيديو باش يوصل اكبر نطاق الاخوان يستافدوا منه شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته